وأقول لك كفى كفى كفى. بارك علينا. لا يعقل أن شخص يطالب بديمقراطية داخل الوطن وهي الديمقراطية غير موجودة داخل الحزب، وأطالب من هذا المنبر باستقالة أستاذ زيان. للحزب أستاذ زيان غير موضوع للنقاش، ما كتناقش مع الأعضاء الآخرين. باسم الشبيبة أنني كنعلن الدعم ديالي للمناضلين والمناضلات، عضو أعضاء المكتب السياسي والمنسقين الإقليميين والمحليين. فهذه الخطوة التي اتخذوها بتأسيس لجنة صحيحية لتغيير ما يمكن تغييره، بحيث أصبحت القرارات أخذوا من طرف المنسق العام للحزب أستاذ زيان غير موضوع للنقاش، ما كتناقش مع الأعضاء الآخرين، حيث أصبح الخلط ما بينه هو حزبي وشخصي ومهني. وأطالب من هذا المنبر باستقالة أستاذ زيان. بارك، نقولي بارك، وتنصيب قيادي جديد يحترم تطلعات الحزب ويحترم المؤسسات ويدافع عن الثوابت والمقدسات الدولة تحت السيادة الكاملة لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وكنشكر من هذا المنبر هذو الإخوان اللي كانت عندهم الشجاعة ديال أنهم يحاربوا الفساد داخليا وبإعلان الديمقراطية داخليا. لا يعقل أن شخص يطالب بديمقراطية داخل الوطن وهي الديمقراطية غير موجودة داخل الحزب. حان الأوان لاستقالة زيان، وأقول لك كفى كفى كفى. بارك علينا، بارك بارك. كنطالب من الإخوان أنهم تكون عندهم نفس الرأي، وأنا متضامن معهم باسم كالشبيبة الشبيبة الحزب المغربي الحر، كلهم متضامنين مع الإخوان المكتب السياسي. والحمد لله احنا في بلاد الحق والقانون، إلا ما بغاش أنه يستقل غنحاولوا أننا نصعدوا بمؤتمر إن شاء الله، المؤتمر اللي ماجي إن شاء الله اللي غيكون في جديدة، وإن شاء الله غتكتشفوا أن أمور تما غتكون بزاف، غصبا عن أننا غنديروا أمين عام اللي غيحترم التطلعات ديال الحزب ديالنا. لا يمكن أننا 18 عام هو على رأس الهرم ديال الحزب الحزب المغربي الحر، ولا مقاطعة وحدة أننا خدينا فيها منصب إحنا كمستشار، وهذا فشل ذريع. إذن جاء وقت التغيير، وتشالجت حركة صحيحية لتغيير ما يمكن تغييره.